شنطة ايه؟ وانت كنت رايح الجنينة تعزي على الشنطة من ورايا؟ غيرت مكانها. ها الله، انت في حاجتي كمان يا ورد؟ غيرت مكانها. اه امان لينا. وما هو امان لينا، ما قلتليش ليه؟ بقولك ليه، تكونش روحتي عشان تاخدي الحاجة وتسلميها لوجيه؟ هو قال ان هو هيساعدنا وهيحمينا من الحكومة. يعني انت لو كنت لقيت الشنطة كنت سلمتها لوجيه وبعتني؟ بعتك؟ انت بتخوني يا ماهر. لما تحصي يا عمري وتروحي من غير اذن، ده اسمه ايه؟ اسمه اني خايفة عليك. وانت اللي عند زيك ومش راضي تسمع غير نفسك. لو انت مش خايف على روحك فاحنا خايفين عليك ومش مستغنيين عنك. احنا ملناش غيرك يا ماهر. اقولك على حاجة؟ تهور الفلوس اللي مش حاططها في الشوارع ومخلينا نحتاج للي يسوى واللي ما يسواش.